السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة عالم أم ريتاج. اليوم إن شاء الله هنحضروا طارت باردة بكريمة الليمون أو الحامض. بالنسبة لمقادير العجين، كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، سكر الفانيلا، كاس إلا ربع سكر غلاسي، بيضة 125 غرام الزبدة أو نص ربعة، قبيصة ديال الملح. بسم الله على بركة الله، كناخدو إناء كندير فيه الزبدة والسكر غلاسي والفاني وقبيصة ديال الملح، صافي. وكنخلطوهم مزيان. كنحاول نجمعهم غير بأطراف الأصابع. كنضيف بيضة وكنبدأ نخلط مزيان حتى ينسجموا. ومن بعد ما نسجموا المكونات مزيان، كنبدأ نضيف الدقيق شوية بشوية حتى كنكمل الكمية اللي عندي على حسب العجينة. ومن بعد ما جمعت العجينة، كنديرها في بلاستيك غذائي وكندخلها باش ترتاح شوية في الثلاجة. صافي، من بعد ما خرجت من الثلاجه كندوز باش نتلقى. كنرش الدقيق باش ما تلصق ليش العجينه. صافي، وكنطلقها. وبالنسبه للسمك عاوتاني ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيش غلاده. صافي، وكنهزها كنديرها في مول. هنا المول ما دهنتوش حيت العجينه عندي بالزبده. صافي، وكنحاول نقدم مزيان وكنقطع دوك الاطراف ديال العجينه بالمطلق. وكناخد فرشاط وكنثقبها مزيان وكندخلها للفران حتى تطيب من تحت، عاد كنشعل عليها الفوق باش تحمر عاوتاني من فوق. وهنا من بعد ما خرجتها من الفران كنخليها تدفى شويه وكندوز نصايب الكريمه. بالنسبه للكريمه كنحتاج 2 بيضات، 2 معالق كبار ديال الزبدة، قشور حامضة محكوكة، عصير 2 حبات ديال الحامض، كاس ديال السكر كلاسي. كناخد كاسرول كندير فيه البيض والزبدة وكنضيف قشور الحامض والسكر كلاسي وعصير الحامض. صافي، وكنخلطو مزيان وكنديرو فوق البوطة على نار مهيلة حتى يبدا يعقد الخليط. وهنا الخليط بدا كيعقد، هو كيعقد وانا كنحرك مزيان باش ما يتلصق ليش في القاع ديال الكاسرول. وصافي، هنا من بعد ما عقد كنصفيه مزيان وهو باقي سخون وكنخويه مباشره فوق لاباط. وصافي، هنايا كندخلو للثلاجه حتى يبرد مزيان ويشد راسو.
وهذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما برد. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.